لكن في خطأ شائع مشهور جدا في كل بلادنا، وهو حين نتكلم على المانجو يقولون فيها ألياف. وهنا نداء لصحة أطفالنا، فبدلا أن يعني يتناول الطفل الشيبسي للمدرسة والمرتديلا والمصائب هذه ويتناول الأندومي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين وحلقة جديدة من سلسلة وفاكهة مما يتخيرون. فاكهتنا اليوم هي المانجو. المانجو من الأنواع الشهية المرغوبة لدى الصغار والكبار. وأبدأ يعني طبعا أكيد معروفة لديكم، ولكن كما نقول المعروف لا يعرف، ولكن هذه مانجا تبقى يعني معروفة. هناك الألوان منها كثيرة، الصفراء كما شاهدتم، منها الخضراء، منها الحمراء، وجلهم يشترك في صفات مشتركة. ولكن قبل أن أبدأ بهذه الصفات المشتركة الجميلة، وهي رح يعني تتفاجأوا فيها ورح تعجبكم، لكن في خطأ شائع مشهور جدا في كل بلادنا، وهو حين نتكلم على المانجو يقولون فيها ألياف. طب وين المشكلة يعني؟ في يعني وكأنه يعني حين يتلفظ بكلمة ألياف يتلفظ بها بالشيء السلبي، دلالة سلبية. طب كل شيء فيه ألياف، والألياف طبيعية. البلح ذكرنا فيه ألياف، التفاح به ألياف، كثير جدا يعني ألياف جيدة للجهاز الهضمي، صديقة للجهاز الهضمي. يعني أنا لا أفهم صراحة، وسألت الكثير قبل إعداد هذه الحلقة حول يعني مفهومهم لكلمة ألياف أو الدلالة السلبية حتى أفهم بماذا يفكر، ولكن للأسف لم أتلقى ولا إجابة. يقولون هكذا سمعنا، هكذا عرفنا، هكذا توارثنا هذه الفكرة. واليوم نقول لجميع من يعتقد أن كلمة ألياف هي شيء سلبي، نقول له لا، هي ليست سلبية وليست المحتوى الرئيسي. هناك بعض أصناف من المانجا يكون لها بعض الشعيرات، هذا صنف، هذا ليس مضرة، هذا طبيعة الصنف، تمام؟ فلا نخلط الأمور. والآن المفاجأة في المانجو. المانجو من أهم أنواع الفاكهة في تقوية الذاكرة وتقوية أعصاب الدماغ. مش بنقول بالبلد كده والله أعصابي تعبانة ومش قادر أفكر، مش أعصابي تعبانة وبدي أريح شوي، صح ولا لا؟ لما تكون أعصابك تعبانة وفكرك تعبان وبدك تريح، قبل ما تريح خد لك حبة مانجا، اشرب عصير مانجا وشوف كيف الراحة حتجيك. طب ليش؟ من وين إجا هذا الكلام؟ هذا الكلام إجا من المحتوى الكيميائي الطبيعي للمانجو. فالمانجو تحتوي على مجموعة الفيتامينات بي، فيها البي واحد واثنين وثلاثة وخمسة الهاملة الشعر وستة، وفيها تسعة الفوليت، وفيها أيضا الفيتامين سي. فنجد كل منظومة الفيتامين بي وأيضا فيتامين سي، يعني ذلك منظومة الفيتامينات الذائبة في الماء. وهذا يعني أنه من المفضل حين نتناول المانجا نشرب بعدها كوب من الماء، أو نشرب العصير المانجو، لأنه أكيد رح نضيف يعني قدر من الماء حتى يصبح عصيرا.
فهذه قيمة تغذوية كبرى. ما يعزز هذه القيمة التغذوية الرائعة لصحة الدماغ وصحة العقل وتقوية الأعصاب أنه أيضا موجود به مادة تسمى الكولاين، والكولاين واحد من أهم المواد الرائعة في تغذية الدماغ. إذا فكرين زمان حين تكلمنا على تغذية الدماغ وذكرنا البيض، قلنا ليش؟ لأنه في مادة الكولاين بوفرة، والكولاين موجود وين؟ في أيضا في ثمرة المانجو. إذن فاكهة اليوم سوف نتناولها من الآن فصاعدا بشغف أكبر، بطلب أكبر، لأن كلنا محتاجين تقوية أعصاب الدماغ وتقوية الذاكرة، ومحتاجين أكيد صحة الدماغ. وهنا نداء لصحة أطفالنا، فبدلا أن يعني يتناول الطفل الشيبسي للمدرسة والمرتديلا والمصائب هذه ويتناول الأندومي، يتناول قطعة من ثمرة المانجو قبل الذهاب للمدرسة، فتعطيه قوة لأعصاب الدماغ، قوة للذاكرة، قوة للاستيعاب، قوة للإدراك، أفضل بكثير من عناصر أخرى تلعب دور معاكس لهذه الأمور. وجاء الآن دور مرضى السكر. مرضى السكر هل محرومين من هذا الصنف؟ طبعا لا، ولكن مقنن لهم كالعادة نقول أن لا يزيد عن 150 جرام. يا ترى 150 جرام كيف شكلها بده يكون؟ كم كميتها حتكون؟ هذه كمية 150 جرام من المانجو، كمية يعني لا بأس بها، كمية جيدة. هناك من يسأل، هذه 150 جرام يعني هي مرة باليوم ولا كيف؟ ولا ممكن أتناول أكثر من مرة 150؟ طبعا ممكن تتناول أكثر من مرة 150، بس على فترات زمنية إيش؟ متباعدة. يعني إذا تناولت على سبيل المثال قبل وجبة الإفطار 150 جرام، هذه الكمية، ورجعنا بعد 4-5 ساعات 6 ساعات نتناول وجبة أخرى، وتناولنا وجبة الغداء على سبيل المثال، بإمكاننا أن نتناول أيضا نفس هذا القدر قبل وجبة الغداء، وبالتالي أنا صرت ماكل 300، لكن على فترات زمنية إيش؟ متباعدة. طبعا كل هذا الكلام لازم يحسب لمريض السكر ضمن منظومة النظام الغذائي حتى يكون مجموع كل الوجبة معمول صح وموزون بشكل صحيح. إذن هذه ثمرة اليوم، هذه الثمرة الرائعة المحببة للدماغ، وأكيد الدماغ هو عنوان لصحة الإنسان. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.